اقول لك يا دكتور ولا لك كابتن؟ اي حاجه زي منك زي زي ما الفل. تحب. الاول الف الف حمد لله على السلامه ربنا من العمره، يخليك وربنا يكتبها لك مرات ومرات، وربنا ان شاء الله ينولها لنا معاك ان شاء يا الله رب، يا رب. واحنا اللهم وكل امين. الساده اللهم المشاهدين امين وكل وكل المستمعين، المشاهدين يا ربنا رب. يخليك يا رب. عامل ايه الاول؟ الحمد طمنا لله عليك. تمام، كله زي الفل كله الحمد تمام؟ لله تمام الحمد لله. نحل يعني ما يعني مقرب منك، هنضحك على بعض يعني. مقرب منك لا ما لا مش يا راجل، حرام عليك. اهو. طب انت عندك شعر؟ انا ربنا رزقني بحبه هنا وحبه هنا. انا هقول لك على موقف بقى قبل ما اتفضل. نبدا الحوار. انا انت عارف طبعا العمره، طبعا عارف تمام مناسكها يعني، تمام فانا كنت بروح قبل كده بحلق بالموس تمام عشان اخد الثواب كامل. فطبعا بقى انت هتطلع كل شويه في التلفزيون، فمش عايز افاجئ الناس بقى القرعه. بالقرعه، تبقى شكلي بقى صعب بس قوي. يعني هو رحم الله المحلقين، رحم الله والله انا المحلقين، عارف، رحم انا بقول لك ثلاثة قدام واحد انا يعني. اول مره اعمل كده. يا سيدي فاصحابي بقى ربنا كانوا بيجوا يتقبل. ايه، يروحوا قاصين شعرهم من كل حته كده. فالمهم رحت انا اعمل كده، خلصت العمره ورحت قص شعري من كل حته وخلاص، وضميري بقى قاعد يأنبني يا كابتن. بياكل. قاعد يأنبني ضميري. فروحت نازل تاني من الفندق، رحت رايح فين للمكاتب اللي هي في الحرم. قلت لهم يا جماعه انا عملت كذا. قالوا لي ما ينفعش. اول ما قالوا لي ما ما ينفعش، ينفعش. قالوا لي ما ينفعش خالص. قالوا لي لو انت بتعمل كده بناء على فتوى ماشي، لكن لو انت عملت كده من دماغك لا ما ينفعش. طب ايه الحل؟ اطلع البس لبس الاحرام تاني تحرم من اول وانزل. وجديد؟ لا، البس لبس الاحرام وانزل احلق شعرك. طب لازم بالموس؟ قال لا، بالمكنه عادي، بس شيل كل شعرك دي بالمكنه، فتوى يعني جديدة دي. المكنه تمشي في كل فاهم الشعر. فاهم، بس دي فتوى نمره ثلاثه جديدة. بقى، نمره اربعه، بس المفروض ان المكنه تمشي في كل الشعر. يعني ما تقطعش فكويس انت حتت من فكرتني، شعرك، فانت لازم تمشي. دي للسيدات بس. المحلقين. ماشي، المحلقين لازم الشعر كله يبقى سوا واحد. بالمكنه، ماشي بالمكنه. ماشي يا ورحت دوس. نازل شايل الشعر. طب الحمد لله، الحمد لله ان ما الحمد راحتش لله، كويس عليك، انت الحمد فكرتني، لله. عشان برضو طب الساده كويس المشاهدين كويس اللي عنده المعلومه دي صححها يعني. عموما تمام عقبالك وعقبال كل يا رب. المشاهدين. اللهم امين. تعال ندخل بقى في حوارنا. اتفضل. مصر لسه لاعبين مباراه كسبناها 1-0، يعني مش عايز اقول بالعافيه، لا بالعافية، لكن ماشي انت قول بالعافية. بالعافيه. هنضحك على بعض بالعافية. طيب المباراه الوديه بتقيم المنتخب اطلاق اطلاق اطلاق. نخش بقى من الداخل. يعني انت بداية انت عندك 7 لعيبة محترفين مش موجودين، تمام، عندك لعيبة نادي بيراميدز مش موجودة، فانت بتتكلم في 11 لعيب، منهم مثلا 7 أو 6 من القوام الاساسي. هي لعيبه نادي بيراميدز هتلجع ولا ده قرار استبعاد مش نهائي؟ عارف بقى لسه استبعاد نهائي ولا لسه. عايزين انا نتاكد من سمعت، الخبر ده يا جماعه لو ما سمحت. اعرفش ان هم حاليا مش متواجدين. فانت دلوقتي انت بتلعب من حوالي 7 أو 8 لعيبة بره القوام الاساسي للمنتخب، تمام؟ في ناس اساسيين كتير يعني. طيب فانت كل اللي بتعمله انت زي ما بيقولوا كده بتولف الشرق على الغرب. تمام، بتجيب اللعيبه بتلعبها في النظام بتاعك، في السيستم بتاعك، عايز تدخلهم في الطريقه بتاعتك. انت بتلعب 4-2-3-1، فانت عايز كل اللعيبه، طبعا كل واحد جاي من حته معينه، بيفهم دماغ كابتن حسام البدري، بيفهم الاصول اللي ماشي بيها، الطريقه هيمشي هيشتغل ازاي. فهو كل اللي بيعمله دلوقتي كابتن حسام ان هو زي ما بيقولوا كده ايه، بيولف اللعيبه على بعضها، بيزود من القدرات الجماعيه للفرقه، فانت ما تقدرش تحكم عليه. ثانيا بس مش عايزين نخبي ان ارضيه الملعب بصراحه النهارده ما كانتش جيده جدا. اللعيبه ابتعاد عن الماتشات. احنا مهما كان الدوري موقوف بقاله اسبوعين وما بتلعبش ماتشات او 3 أسابيع، الفرق ما بتلعبش، فاللعيبه ذات نفسها ما بتلعبش. يعني مفيش غير فرق لعيبه المصري ولعيبه بيراميدز هم اللي متواجدين في 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 الملعب دلوقتي. انما انت بقالك 3 أسابيع فانت اكنك في فتره اعداد، واللعيبه جايه من فتره اعداد. حتى لاعبي النادي الاهلي المتواجدين في المنتخب كانوا مسافرين في الامارات فتره اعداد خاصه بفرقه النادي الاهلي، موجودين في من نادي الزمالك كانوا في فتره اعداد في 6 اكتوبر. فيعني الفرق كلها بعيده عن الماتشات. فانت برضو عشان اللاعب ياخد حساسيه الماتشات عايز فتره كبيره، واكيد حضرتك معايا في النقطه دي. طبعا. تخيل بقى ان الفتره الكبيره دي بترجع منها على ماتشين مهمين جدا، ماتشين مهمين جدا لمنتخب مصر في التصفيات. فطبعا انا شايف ان المباراه ما بتتحسبش بمكسب وخساره او حتى تعادل، المباراه بتتحسب بمين اجاد ومين ما اجادش. وعلى ارض الواقع النهارده في ناس كتير ما اجادتش في المباراه بصراحه. لكن الناس قلقانه، يعني الناس قلقانه. حضرتك بتتكلم طبعا لعيب كوره، ولعيب كوره كبير وعندك خبرات كبيره جدا، لكن المشجع العادي قلقان. ما احنا هقول لك ايه، ما الكابتن حسام بدري عارف اللعيبه، واللعيبه يعني معروفه، وكابتن حسام مش غريب عن الدوري. تمام. الكلام ده لو مدرب اجنبي، انا بقول لك بقى لغه الشارع. تمام تمام. فايه الشكل ده؟ ازاي احنا نكسب فرقه متواضعه زي كده 1-0 بالعافيه؟ طب ما الفرقه اللي فاتت كسبناها 1-0 بالعافيه وكانت اكثر تواضعا. صح؟ انا بقول لك بقى يعني ماشي. احنا السنه اللي فاتت بنتكلم من حقك، ما انا بقول لحضرتك، انا بكلمك في ايه الراجل الشارع العادي. ماشي، القصه كلها منظومه، مدير فني جديد على اللعيبه،
بيحفظهم طريقه لعبه، لاعبين اوت اوف فورم بقالهم 3 اسابيع مش موجودين في الملعب، ما بيلعبوش ماتشات، كل قصتهم تمرينات. الارض او الملعب ما كانش جيد بصراحه. تمام. الفرقه اللي بنلاعبها مبهمه بالنسبه لنا، مش عارفينها ولا عارفين هي بتلعب ازاي ولا قصتها ايه. كل العوامل خرجت في الاخر. الماتش اللي احنا لسه مخلصينه من شويه ده ماتش سيء. المكسب حاجه كويسه لانه بيدي روح المكسب، بيدي تركيز زياده، خاصه ان اول مباراه هتتلعب هنا في مصر، نتمنى انها تخرج بنتيجه ايجابيه. فاعتقد ان الحاجه الوحيده اللي كسبنا منها المباراه هي المكسب بتاع المباراه بس، ليس الا. كان في خشونه كبيره جدا النهارده من لعيبه ليبيريا، يعني حسين الشحات خرج مصاب للاسف. ربنا يشفيه ان شاء الله. يعني التشخيص المبدئي بيقول ان هو كدمه في العضله الاماميه، لغايه لما نتاكد من الاصابه وحجمها ايه يا ريت برضه نتاكد لو نعرف نجيب الخبر. لكن يعني برضه في العموم احسن من ان انت تعمل تراي ماتش او تقسيمه بين اللعيب. اكيد اكيد. لكن اقتراح وارد. لا اكيد. لا بص، مهما كان مباراه وديه رسميه احسن بكتير من ان انت تعمل تراي ماتش. تراي ماتش كل واحد هيلعب بمزاجه، انما انت دلوقتي في منظومه ما بتخرجش براها، بتلعب في منافس يعني زي ما بيقولوا كده بيحارب على الكوره. انت ممكن في ماتش في التقسيمه وديه زميلك يخش جامد فانت تبعد عن الكوره، واخد بال حضرتك؟ مفيش تنافس، انا ممكن اخلي بالي من زميلي وده شيء طبيعي وشيء وارد. انما في المباريات الرسميه لا، حتى الاحتكاك النهارده الخشونه كانت كبيره، والخشونه كان يعني في بعض الاحيان تصل للتعمد. انما تحس ان في منافس. انما لو لعبت تقسيمه مهما كان او زي ما بيقولوا ماتش ودي كده ما بيننا وبين بعضنا ما بتبقاش برضو جيده، يعني ده رايي. تمام تمام. انا لسه بيقول لي في الاير بيس ان طبيب المنتخب قال ان الكدمه قويه شويه، ممكن تبعده عن المباراتين القادمتين اللي هم كينيا وجزر القمر. يعني ان شاء الله لو كدمه المفروض تاخد من اسبوع ل 10 ايام حتى لو ايه، بس ما اعتقدش ان هي هتكمل ان شاء الله. احنا عندنا كينيا بعد اسبوع. لكينيا بعد اسبوع ويوم 18 اللي هي جزر القمر. معاك، بس يعني انا اعتقد انه لو ما لحقش كينيا هيلحق جزر القمر، يعني اعتقد لان هي الكدمه باي حال من الاحوال مش هتقعد اكتر من اسبوع ل 10 ايام. طالما بعدت عن العضله الاماميه، لو في المنشا العضله الاماميه ممكن تاخد وقت اكبر، انما في العضله الرباعيه الاماميه ما اعتقدش انها هتزيد على 10 ايام يعني. والحمد لله ان هي بعيده عن الربا. الحمد لله. لا الحمد لله بعيده عن الربا، والحمد لله ان ما فيش مزق في عضله ولا حاجه، الحمد لله. يعني باي حال من الاحوال مهما كان الكدمه اهون بكتير. او القرار باستبعاد لعيبه بيراميدز تفتكر ان هو قرار مستمر ولا قرار لهذه المباراه فقط؟ ولو لهذه المباراه فقط كان ايه الداعي؟ انا مش عارف ايه سبب المشكله، بس اللي فاهمه ان هي نوع من انواع تصفيه الحسابات. لا مش عارفها دي. انا ولا انا عارف. ما نتعكش على بعض. انت راجع من الحجه يا راجل، من عمر. لا والله العظيم ما اعرف. لا والله ما اعرف. مش عموما انت ما تعرفش. لا اقول لك على حاجه. اصل انا طالما مسكت مكان صعب قوي ان انا اعمل كده، يعني صعب قوي، لازم اشتغل بقى. بس انا مش مع اللعيبه، مش مع اللاعبين ذات نفسهم، مع المسؤول عن النادي عموما. خلينا نبعد. نبعد عن القصه دي خالص عشان ما تدبسناش. نبعد. لكن هو في العموم ان كابتن حسام كان فاتح صفحه جديده مع كل الناس. هو عايز ينجح كابتن احمد. أكيد. انت اكيد انت لما تمسك فرقه وانا حتى عدوك وشايفني ان انا انجحك هتجيبني لازم، وهتحبني ولازم. ده غصب عني. بالظبط. ده لازم. طالما هكسبك وانت بتكرهني هتلاعبني. بالظبط. لان انا هكسبك. بالظبط. ممكن هو بص، مش عايزين نخش في غيبيات. انما في الاول وفي الاخر اكيد في لعيبه في نادي بيراميدز هتفيد المنتخب. على فكره انا والله العظيم ما اعرف اساسا هم استبعدوا على اساس ايه. يعني قلت انت عندك معلومه. يبقى بلاش. بالظبط. لكن ان شاء الله كل التوفيق يا رب، ولازم الدنيا كلها تتلم، ولازم كلنا نبقى في ظهر. اكيد اعتقد ان الموضوع هيخلص النهارده او بكره على اقصى تقدير، لان احنا نشوف منتخب احنا عايزين نشوفه. ايوه. لان الشكل بصراحه مش حلو خالص. الشكل مش حلو. انت ما فيش الماتشين اللي انت لعبتهم لا ترتقي ل 50% من فرقه المنتخب بتاعت مصر، حتى اللي خرجت من دور ال 16 هنا في بطوله افريقيا لا ترتقي ل 50% من شكلها. تخيل احنا ما كانش عاجبنا الناس اللي خرجت في بطوله افريقيا. فانت لا، انت لازم تعود وتعود قوي، وخصوصا لازم كابتن حسام زي ما هو عامل بيبين لهم العين الحمراء. واعتقد ان في ناس كتير فوجئت بطريقه كابتن حسام في كمدير فني، واعتقد دي هتفرق كتير مع اللعيبه المصريه في الجيل ده بالذات. ازاي اتفاجئت؟ يعني بحزمه والصرامه والالتزام عنده نمره واحد. هم ما يعني الجيل ده بالذات لازم يعمل كده. لا الجيل ده بالذات ما اي مدرب نجاح لازم يعمل كده. بصراحه، وخصوصا الانضباط هو اللي اساس النجاح. لا احنا الجيل ده
سواء لما وصل كاس عالم او بطوله الامم الافريقيه اللي حصلت هنا في سنتين ورا بعض كانوا زعلوا ناس كتير قوي مننا. فاعتقد ان الحزم والصرامه اهم حاجه في رجوع منتخب مصر لوضعه الطبيعي. طبعا طبعا دي وجهه نظري. انا دايما بلوم يعني دايما برمي الحمل على اللعيبه مش بنسبه كبيره تمام. لكن الوم المسؤول اكيد لان انت اللي تخليني التزم اكيد. اي حد هتسيب له الحريه احنا شفنا اكيد نماذج كتيره جدا في كل مناحي الحياه تمام. يعني تمام. بتسيب الحريه الدنيا بتبوظ تمام. في انضباط وفي تعليمات وفي قوانين وفي اسس هتلاقي كله منضبط وكله ماشي زي الساعه. هو ده الصح هو ده الصح. طب طالما انا المسؤول وحطيت قواعد واسس يمشي عليها التابعين ليا اعتقد ان غصبا عنه هيمشي بالزبط. لو ما مشيش بالزبط. هيطلع يتعاقب ويرجع يمشي برضه على اللي انا حاطه صح. فاذا كان رب البيت بالدف في ضريح انت صح. يعني انت المسؤول صح. عن كل حاجه. طالما انت المسؤول انت اللي هتشيل شيلتك صح. انت اللي هتتحاسب بيها في الاخر بالايجاب وبالسلب صح. عشان كده اعتقد صح. ان اللي كابتن حسام بيعمله ده حاجه ايجابيه. طيب تمام. احنا لسه برضو بالزملاء يعني بيقولوا لي ان الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي قال ان ازمه بيراميدز كانت يعني حاجه كده وانتهت سحبها وعدت وخلاص واحنا هنفتح صفحه جديده وكله هيرجع تاني وان هو بيشكر مجلس اداره بيراميدز على او تفاهم الموضوع. تمام. انا زي ما قلت لك من شويه ان الموضوع هيخلص النهارده وبكره. انا متوقع حاجه زي كده الحمد لله يعتبر انه خلص لان في الاول وفي الاخر في ثلاث لعيبه قوام اساسي المنتخب موجودين في نادي بيراميدز لازم كابتن حسام يستفاد منهم ولازم يستفاد من الشرق والغرب عشان ينجح هو. طبعا طبعا شيء طبيعي. في مصر دلوقتي فبننسى كل الانتماءات مع يعني خلوا اللي في القلب في القلب لكن كله بالزبط. دلوقتي ورا مصر وورا كل لاعبتها. لكن انا بتكلم في ايه؟ مش عايز اتعلق على القرار بس انا بتكلم ان انت ما ينفعش تاخد قرار وترجع تاخد قرار صح. طيب ما ينفعش سبع دلوقتي هو خالص يعني هو لازم ادي اسباب يا كابتن اكيد انت عندك فيه اللي هو ايه في القانون بنسميها روح القانون اللي انا بعرف ان انت مخطئ قوي بس انا هعدي لك بمزاجي هو يمكن الوقف اللي خده ده يمكن على المباراه الوديه بتاعت النهارده انما في العموم لا ما ده اللي بتكلم فيه بقى ان انا الحزم بتاعي والحسم بتاعي ان انا هاخد قرار شكرا زي ما احنا متعودين كده في الحياه يعني بس لما اخد قرار ابقى درسه كويس قوي عشان بالزبط. ما ارجع يبقى الدنيا ايه بدات تسيب مني سنة بس اكيد القرارات لما بتخرج متسرعه بالظبط بيبقى الرد فعل فيها صعب شويه بالزبط. فيعني بس انا زي ما بقول لك القرار بتاع الوقف بتاع لاعبي بيراميدز اعتقد ان كان على ماتش النهارده وبعد كده خلص خلاص الموضوع انتهى خلاص وان شاء الله الفرقه كلها تبقى متواجده يوم ماتش كينيا ان شاء الله. ماشي. عندنا بكره ان شاء الله انطلاقه جديده لبطوله كبيره جدا امتداد ان شاء الله تكون امتداد في الافتتاح بتاعها كمان وفي الشكل الجمالي والحضاري اللي احنا شفناه في بطوله الامم الافريقيه اللي نظمناها على احسن ما يكون. عندنا بطوله برضو لا تقل اهميه عن البطوله الافريقيه. اكيد. بدايه الشعار من وجهه نظري بتاع البطوله احسن بكتير من الشعار بتاع بطوله افريقيا. تخيل يعني ده يعني حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده. يمكن شعار بطوله افريقيا كان مستمد من 90 او 91 انما الشعار الجديد اللي اعلنوا عنه النهارده بصراحه حاجه جميله وحاجه جميل. حلوه يعني جميل. تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين بطوله مهمه جدا 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 لمنتخبنا الاولمبي. احنا ما رحناش اولمبيات من 2015 من لندن 2015 تحديدا. عايزين نرجع فرق امكانيات اللعيبه بتاعتنا في المنتخب امكانيات جيده. للاسف انا ما اعرفش انت عرفت ان طاهر محمد طاهر اتصاب ولا لا؟ عرفت وخرج بره المعسكر برضه يعني دي حاجه خرج من البطوله واعتقد انه هياثر أكيد. هياثر بالسلب جامد على الفرقه وجوده كان هياثر ايجابيا ان شاء أكيد. الله ما ياثرش سلبيا باذن الله. المشكله ان هو يعني مزق هياخد شهر ونص فالدنيا صعبه شويه. ده هو كان لسه راجع من اصابه ففي كاحل ثلاث ماتشات بس وربنا مش رايد له يعني. المهم الفرقه اعتقد المنتخب الاولمبي منتخب قوي مجموعه لعيبه كويسه جدا معظمهم متواجد على طول في الدوري العام بصوره مستمره. في منهم ثلاث لعيبه متواجدين مع المنتخب الاول بطريقه كويسه اذا كان رمضان صبحي ولا مصطفى محمد متواجدين على طول او كابتن حسام البدري استدعاهم في اخر مباراه. يعني منتخب اعتقد بالاسامي اللعيبه اللي موجوده لازم يعمل حاجه ايجابيه بس الاسم ولا الفكر التدريبي؟ الاسم ولا الفكر التدريبي؟ اسم لا بص اقول لك حاجه زي ما قلت لحضرتك المدرب هو اللي بيحط اللعيبه في المنظومه اللي هيشتغل بيها المباراه. جميل. تمام؟ جميل. اللعيبه مهما كانت لعيبه جامده لو ما لقتش منظومه تشتغل من خلالها هتفشل. جميل. لان كل لعيب يشتغل لوحده
مش هيوصل. كلام محترم في الاول وفي الاخر. اللعبه دي لعبه كره القدم لعبه جماعيه، 11 واحد موجودين في منظومه المدير الفني بيحطها. لو مش موجوده المنظومه دي انسى، حتى لو احسن لاعيبه في العالم. صح، يعني بدون كلام يعني فالفيردي في برشلونه معذبنا، معذبنا والله معذبنا، معاه لعيبه على احسن مستوى بس يعني النتائج بتاعته وحشه. هو المدرب، فهي قصه مدرب. لو بالزبط. مدرب العكس بقى، لو مدرب كويس معاه لعيبه 50% او 60% ممكن ياخد بيهم بطوله. طبعا طبعا، وحصلت كتير طبعا. يعني مش هنتكلم عن مثلا اليونان في 2002 تمام، اوتوري هاجل في 2002 ما حدش يعرف حاجه عن اليونان وطلع مكان فرقه تانية ووصلت وخدت البطوله. في حاجات كتير تمام. فانت في الاول وفي الاخر المعول الرئيسي هو كابتن شوقي غريب، يجي من بعدين لعيب. لو كابتن شوقي خلص كل حاجه عنده وعمل كل حاجه مظبوطه، بعد كده تقدر تسال اللعيبه خاصه انهم صغار في السن. انت لسه لحد دلوقتي بتقول عليهم منتخب اولمبي تحت 23 سنه، فهم برضو صغار في السن، لازم يكونوا موجودين جوه نظام محدد ومظبوط. تمام تمام. تعال قبل ما نكمل كلامنا اقول بس للساده المشاهدين واقول لحضرتك طبعا القرارات اللي اتخذت بعد مباراه الاهلي والزمالك في كره السله. قرارات انا مش هعلق عليها طبعا دلوقتي خالص. ايقاف عصام عبد الحميد المدير الفني لنادي الزمالك 4 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه. ايقاف وائل بدر مدرب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 15,000 جنيه. ايقاف لاعب الزمالك هيثم السحارتي 2 مباراة وتغريمه 50,000 جنيه. ايقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه. ايقاف اسلام سالم لاعب الزمالك 1 مباراة وتغريمه 10,000 جنيه. ايقاف ابراهيم الجمال لاعب الاهلي 2 مباراة وتغريمه 40,000 جنيه. ايقاف احمد اسماعيل لاعب الاهلي 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه. تغريم سمير جوده مدرب الزمالك 10,000 جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5,000 جنيه. تغريم الاسماء الاتيه 2500 جنيه وهم محمد الجرحي وايمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الاهلي. هذا بالاضافه لعمرو هشام وادهم عصام عبد الحميد واحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى واحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك. دي القرارات اللي اتخذت من قبل الاتحاد ضد الاهلي والزمالك في مباراه الباسكتبول اللي لعبت وانتهت بفوز النادي الاهلي. انا مش هعلق لغايه لما نسمع اكيد تعليق النادي الاهلي على هذه القرارات. طيب اعلق انا؟ لا خلينا نسمع القرارات الاول. انا اتغصت وانا قاعد، انا بطلع نار وانا قاعد. طب علق. يعني ضربني وشكى وضربني وبكى وسبقني انا عايز افهم احنا دلوقتي بندافع عن اللي بيحصل فينا. يعني ايهاب ما غلطش في حاجه، لعب كوره عاديه جدا ايهاب امين، والناس ابتدت بعد كده يحصل. يعني انت هتيجي تضربني وانا هسيبك تضربني؟ اكيد سؤال. لا أكيد. هو هدافع عن نفسي. هو انت بتتكلم في حاجات انا بحب اتكلم فيها. احنا استحاله تحاسبني على رد فعلي، بس ما تحاسبنيش على يا جماعه استحالة. يا جماعه من البديهيات ان انت تحاسب حد على رد فعله، دي ملغيه في من قاموس الحياه. ما تجيش تضربني زي ما الكابتن احمد بيقول وبعدين تلومني بس انت ضربته ليه؟ استحاله تحاسب حد على رد فعله. يعني هم رايحين يضربوا بيجروا ورا ايهاب امين، متخيلين اللعيبه بتاعتنا هتعمل ايه؟ كل اللي هتعملوها تنزل تحوش. طب بعد كده انت رفعت الكراسي وضربتني في ملعبي وشتمت جمهوري، عايز نعمل ايه؟ انا يعني مش عايز اتنفذ. عموما ابعد الموضوع ده عني عشان هتنرفز واقول كلام كبير فبلاش منه. انا عشان كده ما يعني بيه. انا عارف بيه. انا عارف. طيب هقول لكم تاني القرارات مره تانيه للساده المشاهدين. مره تانيه ايقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه. ايقاف وائل بدر مدرب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 15,000 جنيه. ايقاف لاعب الزمالك هيثم السحارتي 2 مباراة وتغريمه 50,000 جنيه. ايقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه. ايقاف اسلام سالم لاعب الزمالك 1 مباراة وتغريمه 10,000 جنيه. ايقاف ابراهيم الجمال لاعب الاهلي 1 مباراة وتغريمه 40,000 جنيه. ايقاف احمد اسماعيل لاعب الاهلي 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه. تغريم سمير جوده مدرب الزمالك 10,000 جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5,000 جنيه. تغريم الاسماء الاتيه 2500 جنيه وهم محمد الجرحي وايمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الاهلي. من الزمالك عمر او عمر هشام
وادهم عصام عبد الحميد واحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى واحمد جمال هيثم عبد الحميد، دي لعيبه الزمالك. طيب ثانيه واحده بس، اتفضل. نقطه واحده، انا شفت فيديوهات كتير. لا نقطه واحده ومش هتكلم. خليك هادي. وسام العبد في احد الفيديوهات رافع كرسي على لعيبه النادي الاهلي، بس ده التعليق بتاعي. ياخد 5000 جنيه ازاي؟ دي بقى مش بتاعتي، بس انا بقول لحضرتك وسام العبد رافع كرسي على ابراهيم الجمال عندنا واخد 40000 جنيه ومباراتين، 40000 جنيه. بص ممكن يكون الـ 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 يعني رد فعله كان قوي شويه، فاحنا مش عايزين يعني خلاص انا مش هتكلم، بس انا بوضح نقطه وسام العبد دي بالذات لانه فعلا كان رافع كرسي على لعيبه النادي الاهلي في اخر المباراه خالص. هو المفروض يا كابتن، المفروض بجد بجد طب. والله سؤال طب. سؤال يعني نجاوب عليه بجد. المفروض لما انا اضربك انت تقول لي والله ما انا هستنى اتحاد الكره يجيب لي حقي. مش عارف، لا بجد انا عايز اعرفها يعني. لا لو حصلت في الملعب ما هو حاجه من الاثنين. لا انا بتكلم دلوقتي ان احنا خرجنا بره الملعب. خرجنا بره الملعب لا طبعا هاخد حقي يعني. يعني على الاقل على الاقل يعني انت جاي تضربني ليه؟ انا عملت ايه اصلا فيك؟ بقول حاجه، انا كسبان وانت انسحبت في وسط المباراه وعايز تطلع بره وطلعت الجمهور وخليت الامن يطلع الجمهور ورجعت كملت المباراه، ولما كملت المباراه فقت في الفتره الثالثه وقربت وبقى الفرق بيني وبينك بنتين، وبعدين هوب ركبت ده في فتره من في اخ قبل نهايه الفتره الثالثه بحوالي 45 ثانيه فرقوا عننا بنت، وبعدين رجعنا احنا فرقنا 2 بونت قبل النهايه قبل نهايه الفتره الثالثه، وفي الفتره الرابعه بقى حدث ولا حرج ركبنا المباراه ثاني زي ما كنا راكبين. فانت في ايه؟ مش عارف يعني طلعوا الجماهير، الجماهير تطلع، مش عارف مش هنلعب غير لما الناس تطلع. حاضر. طب انت اللي عايز تبوظ المباراه. طب خلصت والله المباراه. والله ما عارف، والله ما عارف، انا بصراحه مش عارف. وضد التعصب الاعمى اللي احنا بنشوفه، ايه المشكله يعني ان لعيب حط كره من بين رجلين لعيب، وايه المشكله ان هو حطها في الاصل؟ اقول لك ايه، انا كلمت حد صاحبي جدا كان كابتن مصر في كره الباسكت من الزمالك، قلت له يعني هو فيها مشكله يعني كوبري، احنا بنعمل كباري في الماتشات، ايه الكوبري اللي في المشكله فيه في الباسكت يعني؟ قال لي مفيش مشكله خالص، بس هو المشكله في توقيته. قلت له يا سلام، يعني هو لو اداهوله في الاول الكوبري ده ما كانش هيبقى زعلان؟ ما هي انا عايز افهمها. اصل هو بيقول لك اصل كده يعني مش عارف ايه بالخصم. يا جماعه كوره، هي كوره طالما ما فيهاش قله ادب، ما فيهاش ضرب، ما فيهاش عنف، ما فيهاش كوره. الراجل عايز يعدي بالكوره، لقى بين رجليه مفتوح حطها من بين رجليه، ايه المشكله؟ بجد والله ايه المشكله؟ ما فيش اي مشكله. المشكله في التعصب الاعمى، مشكله في الحزازيات اللي موجوده قبل المباراه، والتاني عمل سبرنت لعيب تاني. انا شفت برضه حطها له كوبري، خلي بالك. ايوه يعني التاني ده خد كوبري هو كمان، بس ما حدش واخد باله. يعني هو بقى مين ادى الاولاني، التاني جاي يجري عليه راح حطها له من بين رجليه، خد اللعيب الافريقي بتاعه. بس والله بقى ركز فيها. شفتها ماشي. يعني حاضر يا جماعه، كفايه يا جماعه. يعني هو انا الكلام بتاعي انا بقوله الكلام هو اللي بيوجع قوي يعني. ما احنا قاعدين بنتكلمش اهو. خلاص بعد كده اهاب، لو سمحت اهاب يعني حاول ترقص من بعيد. نعم مبسوطين كده. خلينا نرجع للمنتخب الاولمبي يا كابتن. منتخبنا الاولمبي هيروح فين في البطوله دي؟ والله مش عارف اخش من دل ده مره واحده، ليس على كبر حرج، وبعدين طلعتني ودخلتني في قصه ثانيه خالص. طيب انا هو معنى منتخبنا إيه؟ طيب. هيروح فين؟ المنتخب الاولمبي مباراه صعبه، معاه مجموعه قويه، المجموعتين الفرق بصراحه المجموعتين قويه جدا، اذا كان مجموعتنا او مجموعه المجموعه الثانيه. بس يعني انا شايف ان مالي هتقف قدامنا جامد قوي. اعتقد ان اقل مجموعه، اقل فرقه في المجموعه دي جنوب افريقيا، مع ان الدنيا لسه ما بنتش خالص. دول ما لهمش مقاييس. دي وجهه ما لهاش مقاييس يعني. انما على الورق هم اقل فرقه. احنا معانا مالي فرقه قويه جدا جدا جدا. اعتقد فرقه الكاميرون هتبهرنا، هتبهرنا في البطوله، بمعنى هتبهرنا. انا معايا اللعيبه بتاعه الفرق اللي متواجده. هنشوف كاميرون، مالي، غانا، هنشوف ثلاث فرق قويين جدا. خلي بالك اللعيبه دي بتبقى جايه عايزه تسوق نفسها. أيوة. غير المنتخبات الكبيره. خلي بالك عارف المنتخبات الكبيره ما تقلقش منهم زي دول كده كده. انما دول بقى بيموتوا نفسيهم. بالظبط. ده دول بيموتوا. انت يعني انا لو استعرضت لك بعض اللعيبه يعني انت فعلا هتقول حاجات غريبه. قول لي يعني مثلا لو اتكلمنا على منتخب غانا، اولا 98 ده شيء طبيعي، 2000 و2001 في الفرق عادي جدا عادي جدا. في مش هنتكلم على حراسه المرمى في غانا لان كلهم محليين، اشانتي كوتوكو وهارتسوف اوك. انما لو جيت اتكلمت على بعض اللاعبين، حبيب محمد ده لاعب اشانتي كوتوكو، كان متواجد في المنتخب الاول لغانا فتره كبيره جدا من الفترات، وموجود في المنتخب على طول.
في ياو يبوا لاعب سيلتا فيجو الاسباني وده لاعب اساسي في سيلتا فيجو، في سيمون زيبو لاعب فيتوريا جماريش البرتغالي لعيب هايل جدا جدا، لعيب كويس قوي بيلعب لسه في غانا وهيموت نفسه اسمه فوسيني زكريا، وبقول لك حط ايدك عليه سردباك عالمي عمل تمام. عالمي عندك في لعيبه كتير جدا، في لاعب من باداجواز الاسباني اسمه كينغسلي فوبي لاعب هايل جدا. المشكله ان معظمهم محترفين في هولندا، فنلندا، في نور الدين عبد العزيز لاعب فيجون الغاني لعيب كويس، اوسو كوابيانا لا بيلعب في قرطبه بيلعب اساسي موجود في الفرقه. انت مذاكر الفرق كويس؟ لا الحمد لله محضر الفرق كويس، لعيبه كويسه جدا جدا وهتفرق كتير جدا مع منتخب غانا. ولكن تعال نخش على منتخب الكاميرون واسمع بقى. اولا من اول حراسه المرمى انت عندك حارس موجود في تشيلسي مواليد 2000 اسمه تي، اسمه الدلع بتاعه حارس مميز جدا، ده محترف في تشيلسي. بعد كده في تشيلسي اللي هو تشيلسي تشيلسي انجليزي بس مواليد 2000 يعني تشيلسي خلي بالك مواليد 2000 في افريقيا. لا لا اسمه تشيلسي، لا لا تشيلسي انجليزي انا قلت يعني لا تشيلسي الانجليزي نهون شويه عليه. لا لا مش لا ما تهونش. طيب عندك في خط الدفاع في رافائيل انابا لاعب ليون الفرنسي مواليد 2000 لعيب حكايه بيتكلموا عليه في فرنسا بطريقه جامده جدا. خط الوسط عندهم كيفن اوليفر بيلعب في اسبانيول الاسباني، عندهم بان ايتيكي لاعب غرناطه الاسباني ده كاميرون. كاميرون. مارتن هونجيلا من انتورب البلجيكي، تييري زوبو مواليد 2000 ومن بطوله كاس العالم اللي فات كان واخد من احسن التشكيل بيلعب في تولوز الفرنسي، لعيب هايل جدا. تمام. فالمنتخب بتاع كاميرون انا شايف انه هيبقى منتخب مالي، منتخب جامد جدا. نخش بقى على منتخب مالي وحدث ولا حرج تاني. ده مالي ده يعني حاجه قصه. عندك الحراس يوسف كويتا بيلعب في جيرونا، سامويل ديارا في ديبورتيفو لونزيا في اسبانيا. تمام. دول اتنين حراس، في واحد محلي بقى كويتي بيلعب في مالي. تمام. خط الدفاع باجايوجو لاعب صفاقس التونسي الباك ليفت، اظن كتير من من المصريين يعرفوا باجايوجو كويس. كليمون بوباكار بيلعب في لاتفيا. عندك موسى سيسوكو اظن كلنا عارفينه بتاع باريس سان جيرمان، مش بتاع توتنهام، لا موسى سيسوكو ده بيلعب في باريس سان جيرمان مواليد 11 سنه 2000 لعيب هايل. في يوسف تراوري في خريبكا المغربي، واكيد اليو ديانج اللاعب بتاعنا طبعا تحياتنا ليه وان شاء الله يعمل بطوله كويسه وينضم للاهلي كويس. الاسماء دي قبل السؤال ما كنتش سالتك السؤال. طب انا خلاص مش هكمل ما كنتش قلت لك هنروح فين لغايه طوكيو. لا بص انا لسه ما اتكلمتش على نص اللعيبه الموجوده، يعني انا معايا كل اللعيبه تقريبا الموجوده في البطوله والانديه اللي موجوده فيها، بطوله قويه جدا واحنا هنتعب. انا يعني انا خايف بصراحه من غير ما اهمدك ولا همد المصريين ولا هم الجمهور الاهلاوي، انا خايف وخايف جدا على المنتخب وحاسس انها هتبقى بطوله قويه جدا. التريبي بيقول لك الاسماء اللي عندنا برضو مش وحشه. مين التريبي؟ هو زميله في الاعداد. مين زميلي في خالد؟ لا انا عايز اعرف مين، يعني انت قول لي. انا بقول لك لعيبه محترفه في تشيلسي. التريبي احنا لازم احنا لازم نتشجع يا كابتن، يعني لازم يعني لازم ندي لعيبتنا امل، ولازم احنا كمان نبقى فينا جوانا امل. انا عندي زي ما قلت لحضرتك دي مجموعه لعيبه كويسه، الاطار اللي هتلعب بيه ازاي في المباريات المدير الفني اللي ماسكهم هو اللي هيفرق معاهم، اكيد هتفرق معاه، فاكيد الفرقه كلها مش هتبقى زي ما انا متخوف أكيد. ولكن لو ما عملناش حساب وما احترمناش الفرقه اللي قدامنا هنطلع بفضيحه زي جنوب افريقيا. ماشي 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 ماشي. احنا السؤال ده يعني قلته للكابتن احمد ان اللعيبه المحترفه الصغيره غير اللعيبه المحترفه الكبيره يا جماعه، اللعيب الصغير بيبقى عايز يروح انديه اكبر وانديه اكبر، اللعيب الكبير لا الموضوع مختلف، اللعيب الصغير بياكل النجيله دايما احنا متعودين على كده، هو عايز يروح نادي اكبر من تشيلسي، عايز يروح نادي وعارف ان في ناس قاعده تتفرج عليه. لا ده كل الموضوع مختلف. ده كل الانديه في اوروبا بتبعت لعيبه بتبعت متابعين للبطوله اندر 23 واندر 17 واندر 20، دول لازم يكونوا موجودين يقيم اللعيبه بتاعتك لان هم بيبقوا طالبين منهم لعيب في الحته الفلانيه وسنه قد كده. فلا اعتقد ان كل لعيب فيهم هيبذل قصارى جهده عشان يروح حته احسن. طبعا طبعا. اللي يخوفك كمان بقى يا كابتن طالما انت بتتكلم بقى في العموم بقى نتكلم ان اللعيبه اللي هي محترفه في انديه بره
يعني عارفين يعني ايه تاكتيك طبعا، اللي هو مش هلعب بالروح والدم طبعًا وينزل يالا وكل النجيله، ما فيش الكلام اختلفت. فيش الكلام ده، لا الدنيا بلعب اختلفت بتاكتيك، بلعب بدماغه، بلعب بعقله، فتلاقي الكوره هي اللي بتجري. زمان كنا بنضحك على فرقه بيقولوا هم بيعملوا ايه، بيجروا وبيعملوا جنبات، فكل ما تلعبهم على الارض كره سريعه تقدر توصل للمرمى وتكسبهم فرقه وسهل جدا. انما انت دلوقتي الكلام ده اختلف تماما، انت هم اللي بيجوا يلعبوا كوره عليك هنا او في اي حته يعني، بيلعبوك كوره، بيلعبوك بتاكتكس، والتكنيك في الحركه بتاعهم بالظبط بقى بالظبط اعلى بكتير من بالظبط الاول. بالظبط. فانت دلوقتي يعني سوري يعني احنا قلنا في افريقيا خالص عن هم بيزيدوا واحنا بنقل. ليه؟ عشان هم بيطلعوا احتراف. من انت لو بصيت على محترفين في البطوله، في اللي في لاتفيا، النمسا، فنلندا، ايسلندا، المكسيك، امريكا، في بلاد، في استراليا محترفين. بس هم كابتن عشان برضو نبقى واقعيين جدا، هم بيلعبوا مش بيلعبوا في الدرجه الاولى عندهم، ممكن بيلعبوا في قطاعات ناشئين، ممكن قليلين قوي بيلعبوا في الدرجه الاولى، ولا برضو كلهم بيلعبوا في كله الدرجه الاولى؟ درجه اولى، كله برضو مفيش 18 سنه 19 سنه بيلعب درجه اولى. كل اللي انا تمام بقول لك عليهم دول ستاندنج في الانديه بتاعتهم، كمان الستاندنج ستاندنج في كمان الانديه بتاعتهم. اساسيين. فيعني لا انت البطوله قوي، خلي بالك معظم المنتخبات، انت عندك منتخب غانا دلوقتي. طب احنا دخلتنا للامل منين؟ انت لازم تلاقي لي والله مدخل زمان معاك. يا سلاح لا لازم مقاتل بقى. لازم تدخلنا في مدخل امل. طيب زي ما قلت لك، احنا لو في المنتخبات اللي بتلعب كره دي لازم نقفل الملعب كويس قوي، نلعب 4 3 3 مقفوله جيده جدا ونلعب على المرتد. هتقول لي تلعب على المرتد وانت بتلعب في ملعبك؟ اقول لك لان هم عندهم معظم افريقيا السردباكات والطرفين بيبقوا طايرين، فتقدر تلعب ما بين السردباكات والباك على طول، يعني ما بين السردباك في ظهر الباكين اذا كان الباك رايت ولا الباك ليفت. اكيد بتبقى عندهم المواجهه من النص قويه جدا، خاصه ان السردباكين بيبقوا غالبا طوال غالبا، والديفندر بيبقى قوي جدا. وعندك مثلا اليو ديانجا وكل لعيبه الديفندرات في ما شاء الله ما شاء الله بيبقوا حاجه قويه جدا جدا يعني. فدول لو رحت لهم من القلب هتتعب، فالحل بتاعك ان انت تروح من الاطراف. طب ولو لعبتهم كوره؟ لو لعبتهم كوره هتلعب معاهم كوره، بس هم لما يستلموا هيلعبوك كوره. تمام. يعني انت يعني انت طب هتلعب انت شفت مباراه جنوب افريقيا ازاي؟ بتاعتنا احنا هنا؟ بصراحه هم كانوا كويسين جدا، وكان ليهم مؤشر في الشوط الاولاني بطريقه كويسه جدا. لعبوا على اللي احنا اللي انا بقول لك ممكن نلعبه، ان احنا ان هم مضغوطين وبيلعبوا على المرتدات، خصوصا الطرفين مسكونه هارونه بصراحه. تمام. قبل سيبك من بقى الشوط الثاني، الشوط الثاني احنا كنا قريبين شويه من الجون وضيعنا، خصوصا تريزيجيه ضيع اثنين، بس هم كانوا من الشوط الاولاني يكسبوا بصراحه، والشناوي كان عامل مباراه هايله. تمام. اعتقد ان اللي انا بقول ان طالب نلعب بيه، بيلعبوا دفاع كومباكت وبيلعبوا الهجمه المرتده، جنوب افريقيا عملت فينا كده. انا نفسي كابتن شاوي غريب يلعب بالطريقه دي، لانه مش هيقدر يجاري الفرق بتاعت افريقيا في السن ده في الجري وفي اللياقه البدنيه. دي وجهه نظر. تمام. طاهر محمد طاهر زي ما قلت لي ربنا يشفيه. خسرنا ربنا محمد خسرنا محمود طبعا، كمان خسرنا. اكيد اكيد ربنا يشفي الاثنين. لعيبه كانت مهمه جدا، لعيبه مميزه قوي قوي. لو يعني مش هكذب عليك لو قلت لك 40% من المنتخب لو كان لعب محمد محمود تحت طاهر وتحت طاهر ورمضان صبحي كانوا هيفرق كتير جدا. طبعا اثنين لعيبه مؤثرين جدا. الاوحش من كده واللي هياثر بالسلب واللي انا شايف انها نقطه ضعف عندنا في المنتخب بتاع المنتخب الاولمبي، ان الثلاث حراس المتواجدين ما فيش واحد فيهم لعب ماتش رسمي. ما فيش واحد السنه دي لعب ماتش رسمي. عمر رضوان احتياطي الحراس. عمر رضوان احتياطي لمحمود الغرباوي الخمس ماتشات اللي فاتوا، ما لعبش غير السنه اللي فاتت. عمر صلاح ما لعبش ولا مباراه، واللي بيلعب هاني سليمان في سموحه. محمد صبحي نزل 10 دقائق ولا 15 دقيقه لما تعور عواد في الماتش الاخير. فانت دلوقتي اكتر واحد لعب 15 دقيقه، هتلعبه على اي اساس؟ ثلاث حراس رجليهم مش في الملعب. قبل ما نطلع فاصل عشان اسيبك تاخد نفسك ماشي. شويه مين الحارس اللي انت هتكون مستريح له شويه بصفتك بقى كنت نجم؟ اعتقد ان اللي هيلعب، لا اعتقد قولا واحدا اللي هيلعب عمر رضوان، لانه اكتر واحد رجليه في الملعب واكتر بقى له 4 سنين بيلعب دوري ممتاز. صحيح السنه دي ما اشتركش، بس هم الثلاثه ما اشتركوش، فاعتقد ان اقرب واحد يلعب عمر رضوان. عمر رضوان اعتقد. عمر رضوان مش صبحي. هتسجل عليه. عمر رضوان مش صبحي. ايوه عمر رضوان. تمام. طب نطلع فاصل؟ اتفضل. نطلع فاصل تريح شويه كده، لان ندخل بقى على الاهلي والمعسكرات تمام. وهتشوف المعسكر او توقف الدوري كان سلبي ولا ايجابي بالنسبه للاهلي تحديدا. فكر، وبعد الفاصل نرجع نتكلم ماشي في الموضوع. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم الكبير احمد فوزي.
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ومنورني ومشرفني النجم الكبير الكابتن احمد فوزي. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا كابتن. ربنا يعزك. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن توقف الدوري، تمام، وهل ده كان في مصلحه النادي الاهلي تحديدا ولا ضده؟ بس يعني ماشي. فكر. طيب في اي موقف بيحصل بيبقى ليه نتائج سلبيه ونتائج أكيد. ايجابيه. اكيد. من الناحيه السلبيه، الاهلي كان ماشي بخطى ثابته مع الراجل، مع مستر فايلر، ماشيين بطريقه مميزه جدا. الراجل بيكتشف اللعيبه في الماتشات. جميل. نمره واحد، بيكتشف اللعيبه في الماتشات. حلو الدخله دي. ماشي. تمام. فهو نقطه سلبيه للاهلي توقف الدوري في مثل هذا الوقت. طيب تعالى النقطه الايجابيه اللي قدامها. الراجل ما حضرش معاهم فتره اعداد، ما قدرش يعرف جميع كل اللاعبين امكانياتهم ايه، بيلعبوا في مركز ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. تمام. وجوده في فترة إعداد، حتى هو يمكن الناس عتبت على إن ما فيهاش ماتش ودي. يا جماعة هو مش رايح يلعب ماتشات ودية، إذا كان هو لعب ماتشات رسمية أوريدي، هو رايح يخلي اللعيبة تقرب من بعضها، نمرة واحد، يشربوا دماغه كمان، نمرة اثنين اللعيبة تحفظ دماغه عايز يعمل إيه بالظبط، نمرة ثلاثة يصلح بعض التحركات لبعض اللعيبة في الملعب عشان يلعبوا بالطريقة بتاعته. تمام. فالناس كلها عماله تقول ازاي ما يلعبش ماتش ودي ومش عارف ايه، لا انتوا مش هتفهموا اكتر من راجل جه لعب مع النادي الاهلي خمس ست ماتشات وعمل نتائج كلها ايجابيه. فانت لا، هو جاي وعمل اقناع، بس هو اقنع الناس كلها. لا، هو اقنع الناس كلها واهتمامه بالتفاصيل هو ده اللي محبب جمهور الاهلي فيه. جميل. تمام. جميل. فعشان كده انا بقول لحضرتك التوقف ليه نواحي سلبيه ونواحي ايجابيه، واعتقد مهما كان لازم ناخد النواحي الايجابيه ونمشي بيها، وان شاء الله الاهلي هيرجع احسن من الاول. اكيد. مع المعسكرات الداخليه ولا المعسكرات الخارجيه، وايه الفرق بينهم من وجهه نظرك كلاعب الدولي عندك؟ بص اقول لحضرتك، مهما كان النادي الاهلي صعب يعمل معسكر داخلي بصراحه. معسكر خارجي هيبقى احسن 100 مليون مره من المعسكر الداخلي، لان المعسكر الداخلي هتروح فين؟ هتروح اسوان، اسكندريه، الساحل، هتروح مش عارف اسماعيليه، بورسعيد، يعني فين الحته اللي انت هتروحها الجمهور مش هيتلم عليك فيها؟ فين الحته في مصر ما فيهاش جمهور اهلاوي؟ ما فيش. مصر عن بكره تيابيها. تمام. 80% منها اهلاويه. تمام؟ تمام. انما بره في ناس بتروح لهم، وفي ناس كتير اهلاويه موجودين في الامارات مثلا تحديدا، ولكن الانغلاق هيبقى اكتر. لان برضو انت عارف في الدول العربيه كلها بعد الساعه 10 ما فيش، بعد الساعه 9 بالليل ما فيش، احنا هنا مصر 24 ساعه شغالين اوبن داي. فلا، انا اعتقد المعسكرات الخارجيه بالنسبه للاهلي تحديدا احسن بكتير من المعسكرات الداخليه. تمام. ايه اللي ممكن يضيفه فايلر في المعسكرات؟ ايه اللي محتاجه؟ لا، اللي محتاجه هو اعتقد ان هو ادرى بيه مني. تاني، اللي محتاجه هو ادرى بيه مني. لا، من وجهه نظرنا، ولكن من وجهه نظرنا احنا في العموم انا شايف ان هو بيلعب بطريقه، بيلعب 4-3-3، بيخلي الجناحين يضموا ورا راس حربه، بينزل يستلم والجناحين يخشوا من وراهم والطرفين بيطيروا اذا كان الباك ليفت او الباك رايت. جميل. فهو ممكن يكون بيلعب على الحته دي، هو عايز اللي كان بيلعب مكانه بقى ازارو، اجاييه، اي حد في الراس حربه، مروان، صلاح. تمام. عايز ينزل يبقى عنده الاستحواذ كويس، التسليم والتسلم في الحته دي كويس، عايز الطرفين لما يخشوا جوه يبقوا ايجابيين على المرمى ويروحوا على الجون على طول، مش لسه هيخش عشان يعمل بقى العرض، لا ده هو يروح ويخلص على الجون. عشان كده شفنا رمضان صبحي بطريقه مميزه جدا. بالزبط. الطرفين لما بيكملوا بيلعبوا الكره، مش لازم يلعبوها كروس عالي، لا ده غالبا بيلعبوها على الارض الورا اللي جايه من ورا، اذا كان حمدي فتحي ولا عمرو السوليه. فطبعا الدنيا حتى اليو ديانج لما كان موجود. النقطه الوحيده السلبيه عندنا واللي اكيد كان بيلاقي لها دور كبير جدا هي ان لما علي معلول يطلع او احمد فتحي لازم ديفندر من ديفندرين ما يكملش. احنا عندنا مشكله ان احنا عايزين نجيب جون على طول، فالمشكله لو الطرفين طايرين لازم على الاقل الديفندرين بيبقوا واحد منهم ثابت والتاني طاير. احنا ممكن تلاقي الاربعه طايرين عشان عايزين نجيب جون، ودي خلي بالك نقطه سلبيه. ممكن تكون ايجابيه في الضغط على الفرقه المنافسه، انما لو الفرقه الثانيه استحوذت ولعبت علينا كوره هتبقى مشكله كبيره جدا. ما انت حسب وقفه الفرقه الثانيه ايه؟ عشان كده انا بقول لك ايه؟ يعني انت لو الفرقه الثانيه مستنياك اصلا فانت زياده مطلوبه. حلو، لو مستنيني، بس لو بيلعبوا بقى على المرتده هم، يبقى انا لازم اوقف لهم ديفندر من الاثنين. او لما باك يطلع لازم الباك الثاني يقف، لما الباك يطلع تبقى زي البندول كده، لما باك رايت مثلا احمد فتحي، محمد هاني، اي حد يطلع لازم علي معلول يقف، لما علي معلول يطلع لازم السرد باك، لازم الباك الثاني يقف ويترحله عشان يبقى فيه عشان يقفل الثلاثه اللي بالعرض. فهي اكيد قصه الترحيل دي هتلاقيه عاملها بطريقه مميزه جدا. اكيد قصه انا رايي
ان ازارو مع الراجل ده لما يلعب هيبقى حاجه ثانيه خالص. كنت لسه اسالك مين اللعيبه اللي ممكن تشوفها اقوى؟ لا اكيد طبعا، اكيد ظهر احمد بجانب طبعا اللي احنا شفناه، اكيد احمد فتحي ظهر بطريقه مميزه، عماد صبحي فتحي ظهر بصوره مميزه، رمضان صبحي ظهر بصوره مميزه، الشحات حاجه ثانيه، الله اكبر، اجاييه، يعني اعتقد ان دول ظهروا بصوره مميزه، ولكن انا متاكد ان ازارو لما يرجع هيبقى حاجه ثانيه خالص مع الراجل ده. من اي ناحيه يا كابتن؟ هو كان ايه اللي ناقص ازارو؟ اللي ناقص ازارو الاستحواذ. ازارو مشكلته الرئيسيه في الاستحواذ، اما بيستلم الكره بتطول منه شويه، على الجون بينقصه التسرع، يعني ازارو الريتم بتاعه عالي على طول، يعني على طول التركيز، قصدك على الجون، التركيز على الجون، يعني هو عنده تسرع، هو الريتم بتاعه كله عالي. المفروض انت كسترايكر لما توصل في الحته بتاعه ال 18 دي يكون اكيد طبعا حضرتك فاهم ومقدر الكلام اللي انا بقوله ده، يبقى عندك تيمبو في كل حته في الملعب، بس تيجي داخل ال 18 يبقى عندك نسبه هدوء عشان تعرف تحط الجون كويس. تمام. فيمكن دي اللي تنقص ازارو، ولازم مهما كان المديرين الفنيين اللي تعاقبوا عليه، اعتقد ان السلبيه دي موجوده من ساعه ما جه ازارو، وكان لازم حد يتكلم فيها من بدري. اعتقد الراجل ده اتكلم فيها واتكلم فيها بصوره مميزه، وانا متاكد من اللي انا بقوله لك، فلا اعتقد ان شاء الله مع ازارو هنشوف حاجه كويسه جدا. طب ممكن يكونوا اتكلموا مع ازارو، بس هو ازارو اللي برضه يعني الدنيا الثقه بتروح منه، كان النقد عليه كتير جدا، هو الراجل ده بيتكلم ان هو بيديك الثقه دي طبعا تبقى حاجه من عند ربنا، ازاي انت كشخصيه تدي اللي قدامك الثقه. تمام. فدي فرقت مع لعيبه كتير جدا، يعني انا اقنع رمضان صبحي ان هو يتخلى عن اللمسه الزياده، عن حته الشمال اللي كان بياخدها على طول، او الخط، او الخط الطولي بالظبط، ان هو يتخلى عنها طول عمره بيلعبها كده، حتى في رمضان صبحي لما احترف كان نفس ستايله، ان انا اخليه يستوعب فكري في 3 4 شهور، دي طبعا حاجه كبيره جدا، حاجه مميزه جدا جدا جدا. إقناع. يعني الاقناع مميز، خلي بالك الاقناع لما يتبعه تهديف بالظبط بيقنع اللاعب بالظبط، هو لما بالزبط. رمضان حس ان كل شويه قريب للجون وبيجيب جوان، لا هو اقتنع بفكر الراجل، وعارف كويس ان كده ان التحرك بطريقه قطريه ناحيه المرمى احسن بكتير من طريقه طوليه على الطرف عشان لسه هعمل كروس او باصي، لا ده هو كده بيقطع لجوه. هي الاقناع اكيد هو مع ازارو وصل له المرحله من الاقناع، ولكن ازارو لما يرجع مش هيرجع درفيل، يعني مش هيرجع 100%، لا هو اكيد هيمشي واحده واحده، وبرده مش هياخد اللي هيبتدي اجاييه، لان اجاييه في حاله جيده جدا ما ينفعش يقعد، بس لما ياخد بقى ازارو اعتقد انه واحده واحده الثقه هترجع له، بس هو يهدف يجيب مره جون واحد وهتلاقي ازارو ده حاجه ثانيه، وانا متاكد بكده ان شاء الله. ممكن بيبقى عندي لعيبه كبيره جدا، او انا شايف امكانيات لعيبه ما ينفعش اقعد ازارو، ما ينفعش اقعد اجاييه زي ما انت بتقول، ما ينفعش مثلا اجي على رمضان، ما ينفعش اقعد حسين الشحات، فممكن يعيد توظيف بعض اللعيبه ولا دي صعبه؟ ما هو انت يعني هيعيد توظيفهم ازاي؟ هيلعب 4 4 2؟ لا يعيد توظيف مش الطريقه. ماشي طيب، يعني توظيف مثلا هيلعب مين؟ ممكن مثلا ازارو يخليه مثلا كشادو سترايكر، ما يعرفش يلعبها، يعني بقول لك اقتراحات. لا ماشي، ممكن يعمل كده، يعني اجاييه ممكن يلعب شادو سترايكر، بس ساعتها هتغير الطريقه، تلعب 4 2 3 1، لان انت ولا هتقدر تقعد الشحات، اذا كان الشحات اللي مستني وراه كتير، مستني وراه جيرالدو، مستني وراه احمد الشيخ، هنا ورا رمضان وليد سليمان، ورا رمضان، فانت هتقعد وليد سليمان عدلته برضه ناحيه محمد، ناحيه حسين الشحات. ماشي، بس انا بتكلم، بس بيلعبوا اي حته في الثلاثه، وليد يلعب اي حته في الثلاثه، يلعب 8، يلعب 9.5، يلعب 10، وليد يعرف يلعب الثلاثه. فانت دلوقتي اللي مستني كتير قوي هتعدل اجاييه ليه؟ وبعدين هتلعب 4 2 3 1، طب هتودي قفشه فين؟ يعني انا ممكن اخلي اجاييه يلعب 9.5 زي ما انت بتقول. طب ايه حلول المدرب؟ الربط هتبقى مشكله بين الربط بين خط الهجوم وخط الدفاع، اجاييه هيبقى معظم الوقت سترايكر تاني، انما مش هينزل يربط خط المنتصف وخط الدفاع بنص الملعب اللي بيعملها قفشه كويس واللي بيعملها صالح جمعه كويس. تمام فاهمني؟ تمام. فهتبقى مشكله كبيره. طب ايه حلول المدرب لما بيبقى عنده لعيبه متميزه كتيره جدا او مستواه قريب؟ ايه حلوله؟ الحل اللي هو بيعمله. الروتيشن. الحل اللي هو بيعمله. تمام. الروتيشن، وكل اللعيبه تبقى في مستواها، فاللي يلعب يبقى عارف ان في واحد بيدبدب وراه، لو بقى وحش هيقعد. يعني الروتيشن ده عشان بس الناس، ده كان سؤالي ليك والله، الروتيشن ده في ناس كتير فاهمه ان الروتيشن ده عشان الاجهاد. لا يعني طبعا، يعني اللعيبه مجهده فنعمل روتيشن عشان اتكلمنا. ساعات بيبقى عشان الاجهاد، بس في الاصل انا عندي 25 لعيب، منهم 20 لعيب لازم يكونوا موجودين في الملعب، فانا هقعد حد النهارده والماتش الجاي هطلعه بره ال 18 ولاعب واحد وادخله جوه ال 18 والعبه في التيم. فعمليه الروتيشن انت بتستخدم كل اللعيبه وامكانياتها
في الماتشات على مدى الماتشات كلها وعلى حسب قوه وضعف الفرق اللي قدام. بس الانديه الثانيه بتستفيد من فتره التوقف ازاي يا كابتن؟ معظمها بتبقى امكانياتها بقى ان انا ما عنديش معسكرات، ان انا هو في النادي في النادي خلاص انا بروح اتمرن وبقى من ماتشات وديه عندي في ملعبي او بره في حته تانية بتاع كلام من ده. انما غالبا ما فيش حد طلع معسكر في الفتره اللي فاتت دي من الانديه، كلها كانت فتره توقف صماء باهته. وانا مش عارف بصراحه ازاي اتحاد الكره يوقف الدوري الفتره دي كلها، عشان المنتخب الاولمبي كل فرقه فيها عندها كام لعيب؟ 2 لعيبه هو واحد ثلاثة. الدوري اكتر اعداد، يعني اكتر حاجه تستفيد منها انت كاعداد يعني المنتخبات واعداد المنتخبات بطريقه. يا عم انت هتوقف دوري عشان فرقه راح منها 2 لعيبه؟ يعني بصراحه قرار خاطئ. صحيح البطوله بتتلعب عندنا، بس ايه يعني؟ ايه يعني لما كل الفرقه تلعب الدوري بتاعها عادي والبطوله تكمل زي ما هي؟ عايز تاخد لعيب من دول تستاذن النادي بتاعه وما يلعبش الماتشات اللي جايه ويلعب هو معاك، انما توقف الفتره دي كلها عشان منتخب. طب لا قدر الله خرجنا، لا قدر الله خرجنا، هتبتدي الدوري امتى؟ لازم تستنى اما البطوله تخلص، لان انت حاطط ميعاد يوم 25 اول ماتش، او اول ماتش يوم 23 يبقى تقريبا الحرس. انت عايز تلعب اثناء البطوله؟ ايه المشكله؟ ملاعب يعني احنا ده 8 ماتشات هيتلعبوا على ملعبيه، يعني برضو مصر فيها 30 ملعب. بحاول الاقي لك حلول. انت بتلاقي عذر ماشي، بحاول يعني ارد من طب انت بترد على لسان مين؟ لا انا شايف ان التوقف يعني ملاعب يقول لك ان احنا نبقى مركزين في بطوله كبيره بحجم بطوله، يعني بطوله افريقيا، بطوله بتودي الاولمبياد، فلازم يبقى الدنيا التركيز كله عليها. انت احنا بنركز في حاجه واحده. تركيز مين؟ نركز في حاجتين. مين اللي بيركز بس؟ مين اللي يعني احنا بنركز في حاجه واحده بالعافيه؟ نركز في حاجتين. انا بتكلم جد والله. مين اللي يركز؟ مين اللي يركز؟ اللعيبه ولا احنا؟ انت شايف ان احنا ممكن نركز في حاجتين؟ يا اخي الاهلي وحشنا. او لا يا اخي الاهلي وحشنا والله العظيم. الاهلي وحشنا، احنا ما بنشوفه. مش عايز اقول لك. لا والله العظيم بجد، الجمهور لما بيقعد 3 4 ايام ما بيشوفش النادي الاهلي بيعيط. طيب انت شايف ان احنا ممكن نركز في حاجتين؟ حاجتين وثلاثه واربعه. ايه يا عم في ايه؟ لا انا بتكلم في الوضع الحالي. ايوه ايه يعني لما نلعب البطوله والدوري يشتغل؟ البطوله هتتلعب على ملعبين، طلعت ولا نزلت لما يضربها الدم هتتلعب. ده 8 فرق، 8 فرقة هتلعب مجموعات 3 ماتشات وبعدين قبل نهائي ونهائي، يعني اقصى فرقه هتلعب 5 ماتشات في البطوله. رايك محترم. لا بجد انا بتكلم جد والله. فكان لازم بطوله الدوري اللي عندك تستمر. يعني انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اللعيبه المحترفه في انديه زي فرنسا وانجلترا وايطاليا، ده في لعيب بيلعب في جنوا اساسي، حاجه جامده جدا. طب انت دلوقتي وقفوا ده. جنوا طالب على فكره تاجيل ماتشاته. والله العظيم انت بتهرب. لا انا بجد يعني الانديه دي وقفت عشان لعبتها راحت تحترف، راحت تلعب بطوله في فرقها. يا كابتن احنا بنقول يا رب الدوري يكمل، يعني يا رب يا حته دارين اسمها، يا حته دارين الدوري ينتظم. فخلينا نركز ماشي. حاجه معلش ان شاء الله بعد كده ان شاء الله يعني يبقى في احترافيه اكتر واكتر زي ما حضرتك بتتكلم. وده الطبيعي على فكره، حضرتك بتتكلم فيه ده الطبيعي، ان مفيش حاجه تقف عشان 2 لعيبه من نادي واحد. تمام. عايز تتكلم على حاجه على الاهلي تاني قبل ما نقفل ملف الاهلي؟ نتكلم بقى عن الدوري بشكل عام. لا لا اتفضل. طيب ايه شايف اجابات الدوري اللي حصلت في الاسابيع اللي لعبت بالفعل القليله جدا عن السنه اللي فاتت او الدوريات اللي فاتت؟ الايجابيات كانت ايجابيات واصبحت سلبيات. بمعنى كان انتظام الدوري، اختيار ملاعب محدده وتوقيتات محدده للعب المباريات مع عدم تاجيلها، اتنفت واتنست بجره قلم. نتمنى لما يرجع الدوري يتحط له مواعيد ثابته ومحدوده ويتلعب الدوري زي ما هو. لو بصينا على اول 5 مباريات لكل الفرق، اعتقد في كل الفرق تقريبا الا الاهلي بس اللي ما لعبش ال5 مباريات، لعب 4 لعب 3 سوري. اعتقد ان ال5 مباريات الفرق كلها بتكسب ابس اند داونز، يعني ده يخسر من النهارده من الفرقه دي، الاسبوع الجاي يكسب الفرقه دي، فده دليل على تقارب المستويات في الدوري كله. يمكن الفرقه اللي حصل فيها تغيير فرقه انبي طبعا، هارد لك كابتن علي والجهاز المعاون كله، شرف ومصطفى كمال رجالتنا يعني ورجاله النادي الاهلي. بس في الاول وفي الاخر مصطفى كمال ما كانش مع علي. مش مصطفى، سوري، فتحي. مصطفى فتحي. مصطفى فتحي مش أيوه. مصطفى كمال، سوري، مصطفى فتحي مدرب الحراس بتاعنا برضه. ما ينفعش تغلط في اسماء برضه يا كابتن. والله عندك حق، عندك حق. لا كويس انت خليتنا ناخد بالي. لا تمام، لا انا بهزر. ده وارد جدا. الجهاز ده هو اللي يمكن اقيل لحد دلوقتي. اعتقد ان فرقه طنطا ماشيه بطريقه مميزه شايف جدا. شايف عادي كان بيلازمه سوء توفيق ولا كانت الدنيا مش ماشيه معايا ولا كان ايه الاسباب اللي شفتها انت او حطيتك عليها؟ يمكن علي عايز يلعب كوره مش متعودين عليها في مصر، اللي هي بيلعبها الراجل بتاع دجله. بس ده ايه؟
بيلعبها امتى؟ بقاله سنتين بيحضر فيها. السنه اللي فاتت في اول الموسم قعد حوالي 7 ماتشات ما يكسبش ماتش. كانوا بيقولوا هينزل. علي بقاله سنتين. لا بس علي لا، علي جاي في نص الموسم السنه اللي فاتت. تمام. وهم كانوا بينافسوا على الهبوط. راح انبي وهم بينافسوا على الهبوط السنه اللي فاتت. تمام. وقدر يقعد بيهم وعمل نتائج مميزه وقدر يقعد بيهم. هي المشكله بقى انت قعدت فتره اعداد كامله، ازاي تقعد 4 ماتشات ما تكسبش ماتش؟ فاهمني؟ بس مش هلتمس له العذر. يعني انما هو في باد لك، باد لك قوي جدا، باد لك كان مع سموحه، باد لك مع انبي، يا رب ان شاء الله ربنا يكتب له التوفيق في اي حته تانية. لان اي مدرب اهلاوي بيخرج تحت مظله النادي الاهلي فهو ابن من ابناء الاهلي، لابد علينا من تشجيعه، لابد أكيد. علينا من الوقوف بجانبه، ولابد علينا من مساندته. اكيد. فلا يعني ان شاء الله يكون باد لك، ولما يروح اي حته تانية ربنا يوفقه ان شاء الله. شايف انبي ممكن يرجع انبي المرعب تاني مع كابتن حلمي طولان؟ على الاقل سوري يعني معلش يا علي، مش هيخسر كميه الماتشات اللي خسرها. لما تخسر وانا يعني انت بتلعب 3 ماتش 4 ماتشات، تخسر 3 وتتعادل ماتش، نسبه نجاعه 1 من 12، ف يعني رقم صعب شويه. اعتقد مع كابتن حلمي طولان، كابتن حلمي بيهتم جدا 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 بالتقفيل الدفاعي. انا لعبت معاه 3 سنين، ولعبت معاه منتخب اولمبي 4 سنين، ولعبت معاه بتروجيت كابتن حلمي ده 8 سنين معاه. فاعتقد ان كابتن حلمي بيهتم جدا بالناحيه الدفاعيه، بيهتم بالتاكتكس كويس جدا. اعتقد انه اشتغلت معاه انت وشفته في الملاعب، بيهتم بالتاكتكس كويس قوي. هو راجل منضبط جدا. يعني كابتن حلمي اقرب مدير فني لشغل النادي الاهلي. اقرب مدير فني زملكاوي لشغل النادي الاهلي. انا اشتغلت مع مديرين فنيين زملكاوي كتير، انما كابتن حلمي الوحيد اللي عنده انضباط والتزام. كنت متوقع خسرته من اسوان؟ لا بصراحه، لا بصراحه خالص. بس طبعا اكيد انه اول مباراه لي مع فرقه انبي كان بالنسبه لاسوان في يمكن زي ما بيقولوا ايه، في استقرار. الفرقه بتحب مجدي عبد عاطي وبقالهم فتره كبيره هو وصاروخ. دي تاني سنه. هو وصاروخ وصعدهم من تحت، فاعتقد ومعاه فرقه كويسه على فكره. يعني الفرقه دي لو معاها امكانيات اكبر من كده مش هتنزل. تمام، انا متفق معاك. اعتقد انه خساره كابتن حلمي الاول مباراه لي مش مبدا، ولكن فتره التوقف دي هتبقى احسن حاجه حصلت لفرقه انبي. طب كان ممكن مثلا على عكس مجلس اداره انبي يستنى مباراه اسوان بحيث ان هو يبقى ما نقولش بقى ان عادي الخساره من اسوان عادي اللي هي بنتكلم فيها دلوقتي. يعني ما احنا دلوقتي بنلتمس العذر للكابتن حلمي طولان. تمام. ان هو عادي، مع ان الكلام ده مش انا مش متفق معاك فيه. اصل جه قبل الماتش بيومين. ما هو ده اللي بتكلم فيه بقى، كان ممكن مثلا علي يستنى ماتش اسوان وياخدوا قرار اللقاء او علي كده كده الدوري كان هيتوقف. مش كده؟ كده يعني انت ما جتش على يومين. حتى لو كسبت. ايوه كسبت، خسرت بقى انت واخد قرار. بالظبط. فكنت استنيت اليومين دول، كان علي كمل الفتره دي ويومين بقى كسبت خسرت، انت كده كده واخد القرار. ولا دي بتيجي من المدير الفني اللي داخل على النادي يقول لهم والله يا جماعه طب ما تخلوا الماتش ده تحت ولايه المدير الفني اللي مشغال وانا امسك من بعد الماتش او انا هكسب الماتش؟ العكس، الاستقاله حصلت يعني قبل ما يجي كابتن حلمي. الكلام ده لو انت بتتكلم ان انا بتفق مع مدير فني والراجل المدير الفني اللي موجود ماسك الفرقه لسه وانا هعمل له اقاله، فانا بتفق مع المدير الفني، فالمدير الفني بيقول لي لا استنى عشان كده كده الدوري هيقف، فاستنوا الماتش ده كمان لسه الدوري طويل وكمل الماتش بتاعه ده وبعد كده ناخد الفرقه على الراحه. انما اللي حصل ان علي استقال فابتدوا يدوروا على مدير فني فجابوا كابتن حلمي. بالظبط. فهي دي النقطه اللي قدر الناس بالاحداث. بس انا بعرف الاراء الخارجيه لان ادارات انبي من الادارات طبعا حكيت حضرتك ممتازه لا المحترمه جدا جدا تحترم المدير الفني بشكل كبير قوي جدا. يعني قبل كده كان علي عنده اخفاقات مع لكن هم عارفين علي كويس وصبروا عليه السنه. لا 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 علي هيكسب ان شاء الله. بالظبط. يعني انبي بيقع على علي في تفاؤل بعلي وفي انت في ظهر المدير الفني بطريقه كبيره جدا مجلس اداره مع ان انت انبي. تمام. انبي. تمام. وبتنزل لكن لا احنا نستنى على علي، احنا لا هنجدد لعلي، لا ماتش تاني 2 3 4 برضه في ظهرك على لغايه لما هو قال يا جماعه شكرا جدا. ساعات بتقفل في حته ولازم ان انت تستقيل فيها. انما انا هقول لك حاجه بس، يعني مبدا انا دايما اقوله للعيبه، اللاعبين ظهرهم الجهاز الفني. هو اللي بيزوق اللعيب على طول في الملعب. والجهاز الفني ظهره مجلس الاداره. بالظبط. لو كل واحد واقف في ظهر الترتيب اللي انا بقول لك عليه ده المنظومه هتنجح. بالظبط. ما فيهاش كلام. بالظبط. عشان كده طبعا انبي مهما حصل استحاله انا شايف ان مش هتنزل تاني ان شاء الله، لان اعتقد انها منظومه كبيره. منظومه كبيره جدا وجيده جدا. يمكن زي بتروجيت اللي بنتمنى لها انها تطلع
طبعا انا بالذات انا قلبي بيوجعني على بتروجيت، كانت صدمه. انا قلبي بيوجعني على بتروجيت، فلا ان شاء الله يعني تعود الفرقه الكبيره دي ان شاء الله مش هتنزل، ولما تنزل هتقوم لها طلع تاني، فلا ان شاء الله ان شاء الله انبي هي هي هيقوم. انما انا التوقف ده فرقه طنطا، فرقه طنطا كانت عامله نتائج مميزه جدا. انت بتقرا الاسئله ولا ايه؟ انت معاك الاسئله اللي انا سألتك. والله العظيم معايا حاجه عامة. طب ما كده مش كده مش كويس بقى. انا لا يعني لك مين اكثر الانديه المتضرره من توقف الدوري العام؟ انا شايف ان فرقه طنطا ماشيه بطريقه كويسه، كابتن ايمن المزين عامل حاله كويسه جدا، الراجل مصعد اربع فرق وماشي معاهم بطريقه مميزه، ابتدوا الدوري بطريقه هايله جدا وماشيين كسبوا ماتشين وتعادلوا ماتش، فطبعا نتيجه ايجابيه للكابتن ايمن. اعتقد ان الحاله اللي فيها نادي طنطا لما يرجعوا من التوقف مش هيبقوا على نفس الحاله اللي ابتدوا بيها الدوري، وهتبقى مشكله بالنسبه لهم. فرقه زي المصري هتستفيد جدا 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 من توقف الدوري، لان نتائجها الافريقيه عاليه جدا، نتائجها المحليه نتائجها المحليه وحشه قوي. ليه؟ مش عارف، ما تقوليش ليه مش عارف، مع ان هو مش افريقيا. اصلا مش مؤمن بالراي اللي طلع قال اصل ايهاب جلال كان مركز مع المنتخب وكان عمل حسابه انه يروح مع المنتخب، ففكره اتشتت. مش ايهاب جلال ده خالص، مش كده كابتن ايهاب، اكبر من كده إيه اللي حصل؟ واهدى من كده وراجل محترم جدا بصراحه، يعني عشان اللي ليا واللي عليا. اعتقد ان تركيزه كان كله في بطوله افريقيا عشان يوصل للكونفدراليه، ويوصل يبقى في المجموعات، فكان مركز قوي في الحته دي، فاكيد كان بيريح ناس في الدوري عشان لما يوصل المجموعات يبتدي يبص على بطوله افريقيا. اكيد ده وجهه نظر يعني كابتن ايهاب، اهتمام لبطوله افريقيا اكتر من الدوري. ويمكن ده اللي مأثر عليه. وخلي بالك كابتن ايهاب لو تفتكر السنه اللي فاتت برضه في المصري اول ما راح كسب ماتش وقعد 3 4 ماتشات بالظبط، وبعد كده كسب تاني وبعدين رجع يكسب تاني. فيمكن دي حاله بيمر بيها كابتن ايهاب ومتعود عليها، فاعتقد ان فرقه المصري هتستفيد جدا جدا من الايقاف. مين تاني ممكن يتضرر او يستفيد؟ اعتقد ان بيراميدز والاهلي والزمالك، الثلاث فرق دول مش هيتضرروا قوي. الفرق اللي هتتضرر يمكن فرق منتصف الجدول، مثلا عندك فرقه زي سموحه هتستفيد لان نتائجها. اسماعيلي ايه؟ الاسماعيلي كده كده يعني من بعد الفرقه بتاعت 2016 الاسماعيلي مش يعني ولا السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها الفرقه كانت كويسه. فيعني ما اعتقدش ان الفرقه هترجع يعني قويه زي ما هي، هترجع في نفس المستوى وهتخلص الدوري زي كل سنه سابع ثامن لحد بقى ما ربنا يكرمهم بحد يجي يصرف عليهم. تمام. بصراحه سموحه لا هتستفيد لان نتائجها ما كانتش موفقه. كابتن حسام حسن اعتماده على الروح بس ابتدت القصه دي تقل. خلي بالك انا مدير فني ساعات بعتمد على في ايدي حاجات كده، خيوط بلعب بيها مع الفرقه اللي انا ماسكها. الخيوط دي لما بتقدم بتدوب، بيبقى شدها تتقطع بيها. بس لازم ظهر بشكل تكتيكي مع يعني في مباراه لعبها الكابتن حسام حسن مع ضد النادي الاهلي، مش عارف ماسك مين. مش عايز اقطع في حد، بس انا هقول لك حاجه، كابتن حسام اي حته بيروحها بيعتمد على الروح والقلب في الست اللي ورا، وبيلعب الاربعه اللي قدام كور طويله من ورا الباك ليفت والباك رايت، يا اما بيلعب كور قطريه والراجل الاسترايكر يصلح بدماغه كده او كده للي جاي من تحته. دي طريقه كابتن حسام حسن في اي فرقه امسكها. تمام. فانا بقول لحضرتك يعني ساعات كتير الخيوط بتدوب. تمام. فلابد من التجديد، لابد العب بطرق جديده والاقي حاجات جديده. اعتقد ان كابتن حسام عنده من الخبرات، وكمان كونه كان مترشح للمنتخب وحاجه كبيره جدا جدا. انما سموحه اعتقد هتستفيد من الوقف. الفرقه اللي مش اللي هتتعب قوي من الوقف ده ويمكن تعبت هي فرقه الاتحاد. كابتن طلعت عامل فرقه هايله في الاتحاد، فرقه هايله مميزه وممتازه، وهو من الناس اللي عندهم التزام ونظام انضباط برضه وانضباط جامد جدا. فاعتقد ان الوقف ده هيجي عليهم بالسلب لانهم كانوا ماشيين كويس جدا. يعني مش قادر اذكر بقيه الفرق كلها، ولكن في العموم التوقف في العموم وحش على الدوري الا فرقتين. انبي رقم واحد وسموحه رقم اثنين. تمام. دول لا يستفيدوا، دول بس اللي هيستفيدوا. تمام. اخر سؤال هساله لك بصرف النظر عن اي حاجه خالص، بنتكلم في العموم يعني، هل الانضباط والالتزام ده يشفع ان انا اختار مدرب لفرقه، ولا الشكل اللي عمله قبل كده او اللي جناه قبل كده او اللي شافوه قبل كده منه؟ بص، الانضباط والالتزام رقم واحد في اي منظومه. وقلنا الكلام ده تمام. انا زي ما قلنا بنحط اسس وبتمشي عليها بعد كده طول
طب ماشي، عشان انت بتفتح لي محاور. الانضباط والالتزام بيجي من مدير الكوره ولا المدير الفني؟ يعني انا ممكن اعرف المدير الفني، انا عايز اشغل مدير فني، عايز اشوف فكر وعايز اشوف شكل في الملعب. لا طبعا مش من مدير الكوره، مدير الفني اللي بيعمل الالتزام. تمام. في بص في طريقتين. الطريقه الاولانيه المدير الفني بيجي بيجيب معاه مدير الكوره اللي فاهم دماغه فبيحط الرولز. تمام تمام. لا في حته بقى زي النادي الاهلي، مدير الكوره موجود وبيجي عليه الجهاز الفني ومدير الكوره حاطط الرولز اللي موجوده بالظبط ده لمجلس الاداره. في رولز موجوده. تمام. فالرولز اللي موجوده دي ليها طريقين، يا اما موجوده اساسا في النادي ومدير الكوره عارفها، اللي هو في لائحه، في لائحه وبيمشي بيها. تمام. فالجهاز الفني اللي بيجي بيخش في المنظومه كمان مع اللعيبه. تمام. بيضيف طبعا حاجات بمزاجه هو، لانه في الاول وفي الاخر هو مدير فني. يا اما المدير الفني اللي جاي جايب معاه مدير الكوره اللي عارف دماغه وعارف هيمشي ازاي. تمام. والرولز بتاعته ايه. ماشي. في الحالتين، في الحالتين النظام والالتزام مش كل حاجه في الكوره. بالظبط. يعني مهما عملت ومهما طلعت ومهما نزلت، النظام هيوفر لك 30-40%. بالظبط. بس فين الكوره في الاخر؟ ده اللي بتكلم فيه. لا لا طبعا التكتكس اهم حاجه، والانضباط. اصل خلي بالك الانضباط بره الملعب هو يقابله انضباط جوه الملعب. لما تكون منضبط بره الملعب ربنا سبحانه وتعالى بيعكس الانضباط ده داخل الملعب. يعني انا بلعب مثلا سي 4-2-3-1 سي، لو انا مثلا ديفندر في 4-2-3-1 وراح العب راس حربه، طب فين الانضباط هنا؟ لا ما انا لازم ديفندر، يبقى انا اقطع الاول استلم من خط الظهر ولاعب الناس اللي قدامي او لاعب الاسترايكر. الانضباط في الملعب ده شغله مدير فني. بس بالظبط. ماشي. ما انا بتكلم ما هي يعني تاكتكس كلها. اصل مثلا يقول لك ايه رايك عايزين مدير فني، يقول لك اصل جوارديولا بصراحه حاجه جميله قوي في الانضباط والالتزام. لا طبعا. طب جوارديولا عمل ايه في قبل كده في حياته؟ ما عملش، بس هو بصراحه في الانتظام والالتزام حاجه جميله جدا. طب هو جاب بطولات؟ لا، بس هو بصراحه منضبط، يعني هيحكم الدنيا والدنيا تبقى جميلة. طب هو عمل شكل؟ طب الناس قالوا مثلا ايه اللي عمله؟ طيب ده اللي بتكلم فيه. اختيار المدير الفني بيبقى فيه نقاط عديده، نقاط عديده، 6-7 نقاط، منها واحد مش واحد ممكن يبقى رقم 5 الانضباط والالتزام، انما رقم 1 فكره، اختياره للعيبه، الطريقه اللي بيلعب بيها، تفهمه للحاله العامه للفرقه، تواجده وفهمه وانصهاره في اللغه اللي ماشيه في البلد. يعني انت مثلا جايب واحد من زنزبار بيمرن في مصر، ما هو لازم يبقى فاهم اللغه اللي ماشيه في البلد ايه. تمام. عشان خاطر يتعامل معاه. نمره 5 بقى الانضباط، نمره 6 الالتزام، نمره 7 الشخصيه. فانت يعني هو بتبقى نقط محدده كل نادي بيحددها وبيختار. الطموح بيبقى نقط من النقط المهمه، الطموح اللي عند المدرب، هل المدرب جاي يتعلم ولا جاي يعلمني؟ هل المدرب جاي يكسب بطولات ولا جاي يشتغل اي حاجه وخلاص؟ تمام. فطبعا في نقاط كتير الاداره او النادي عامه هو اللي بيبقى مسؤول عن اختيار المدير الفني بتاعه. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لله. ربنا يكرمك. دايما منور حبيبي. ربنا يبارك لك، وبرده الف حمد لله على السلامه. نسينا نقول لتريكا كل سنه وهو طيب. نسيت اقول له كل سنه وهو طيب، ويعني دايما منور. يعني عايزينه يرجع مصر قريب ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليكم. شكرا جدا. وزي ما انت قلت اصابه حسين الشحات يعني ان شاء الله بسيطه. نطمن كل الساده المشاهدين. يعني كمان الدكتور احمد بقى اللي طمنا في الاول من اسبوع ال 10 ايام فعلا ده اللي اعلن عنه رسمي الدكتور المنتخب الوطني. شكرا جدا يا كابتن ومنور ومشرف دايما. ان شاء الله اشوفك على خير. ربنا يكرمك. بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي العزيز محمد سعيد ومع ضيفه الكريم. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه.